عايزه اشوف عينيك اللي عمرها ما كدبت ولا خبت عليا. عايزه ابص فيهم يمكن الاقي اجابات للمليون سؤال اللي عقلي مش قادر يستحملهم. فاكر زمان في اول جوازنا لما كانوا اعدائك في السوق بيحاولوا يوقعوا بينا بمكالمات وجوابات من مجهول؟ فاكر كنا بنضحك عليهم قد ايه واحنا شايفينهم متغاظين لان كلامهم مأثرش فينا؟ فاكر كنت دايما تقول لي ايه؟ البيت المبني على غش بتنبني من قش. ليه كان لازم ابني يموت وانت تنصاب عشان الحقيقه تبان؟ رد عليا برضه مش هترد عليا. الغريبة ان مفيش اي حاجة في ملامح الراجل اللي حبيته اتغيرت. ازاي؟ كان قناع ولا انا اللي كان متهيالي انك بتفرح وتغضب وتحزن؟ وانت جامد ما عندكش مشاعر، بارد دلوقتي. عارف ليه يا سعد؟ عشان اتولدت على ايديك. انت الراجل الوحيد اللي انا حبيته. يبقى العدل برضه اللي انا اموت دلوقتي على ايديك. وتبقى انت السبب يا سعد. ألفت، أرجوك يا ألفت أرجوك، مدام فردوس جاية عشان توضح موقفها للعيلة. موقفها واضح بس يظهر إن في شوية تفاصيل إحنا لسه ما نعرفهاش. قبل ما تفهمي الموضوع غلط، أشرف ده ابني أنا. من فضلكم تدوني ولو نص ساعة من وقتكم أشرح لكم فيها الموضوع وبعديها الحكم ليكم. الحكاية بتأمر واقع يا مدام، مش هتفرق إنك تحكي أو تشرحي، أنا إذنك. من فضلك يا مدام ألفت ما تزوديش إحساسي بالذنب أكتر من كده. أنا لو كنت أعرف إن وجودي في مصر هيسبب اللخبطة دي كلها كنت فضلت برا وما رجعتش. فاكرة انك لما تيجي تحكي لنا كم حدوتة متلفقة هنصدقك ونرضى بالأمر الواقع؟ ألفت لو سمحتي، أنا متهيألي إنك بتثقي فيه، عشان كده أنا سمحت لنفسي إن أعمل الاجتماع ده بالنيابة عن سعد عشان أوضح اللبس اللي حصل. لبس إيه؟ الهانم اتجوزت جوزي اعترف إن اللبس. ماما مش هيجرى حاجة لما نسمع الكلام اللي عند أمك الفوزي والمدام، وكده كده حضرتك اللي هتحكمي. والله عال دي من قبل ما تبدا تحكي ولادي بقوا في صفها. ألفت لو سمحتي الوقت قليل واحنا لازم نخلص مناقشه الموضوع ده ونقفله تماما قبل ما خالد يرجع وقبل ما نشوه تنزل من فوق، ودي رغبه سعد شخصيه. وليه يا انجل وخالد ونشوه ما يسمعوش هما كمان معانا التفاصيل ليه؟ ولا هو سر؟ ايوه سر هيتقال دلوقتي وهيموت دلوقتي وغير مسموح انه يخرج بره العيله ولا بره قعدتنا دي لاي سبب من الاسباب. ده بعد اذنكم.
معلش يا رفت عشان خاطري اقعدي واسمعي اللي عند مدام فردوس. اتفضلي يا مدام. أنا اسمي فردوس محمد الغنام وكنت بشتغل محاسبة في فرع دالي جروب في العراق. من حوالي 12 سنة تعرفت على المهندس المعماري علي السعداني واتجوزنا هناك وخلفنا ابني أشرف ده. علي كان واحد من المهندسين التنفيذيين لمشروع المطار اللي كان بينفذه سعد بيه هناك. ومن حوالي 5 سنين توفى جوزي أثناء تنفيذ المشروع وجالي سعد بيه بنفسه علشان يعزيني. الباقية في حياتك يا ست فردوس. حياتك الباقية يا سعد بيه. الباقية في حياتك يا هانم فوزي الدالي. حياتك الباقية يا فوزي بيه. اتفضل مستريح. احنا اسفين، عارف ان المرحوم علي توفى من اكتر من شهر ونص، بس انا ما عرفتش غير امبارح لما جينا هنا نعين المشروع. كتر خيرك يا سعد بيه وما نجيلكش بحاجة وحشة. وانا اطمنت بشؤون القانونيه انك صرفت كافه مستحقات المرحوم كامله. الحمد لله. مش ناقصك اي حاجه؟ في الحقيقه انا ليا طلب صغير عند حضرتك وبالنسبه لي حياه او موت. قوي قوي تحت امرك. خير؟ كنا مخططين انا وعلي ان احنا نرجع مصر السنه دي، لكن بعد ما توفى حساباتي كلها اتغيرت. مش فاهم ايه المطلوب بالظبط. انا جوزي اساسا من الصعيد، ولما يعرفوا اخواته ان انا رجعت مصر بالولد هيبقى قدامي حل من الاتنين، يا اما اسلمهم الولد يا اما اتجوز واحد من اخواته علشان الولد يتربى في وسط عيلته. وانا بعد المرحوم علي زهدت الدنيا ومش عايزه حاجه من الدنيا ابدا غير اني افضل هنا واربي ابني واقضي عمري في خدمته. بسيطه فوزي، اصدر تعليماتك باستمرار شغلها هنا، ولما يخلص المشروع اللي هي بتشتغل فيه ننقلها على اي مشروع جديد. حاضر تحت امرك. وبعد زياره سعد بيه بشهرين تقريبا جالي موظف من المشروع قبل ما انزل شغلي الصبح. صباح الخير يا ست فردوس. صباح الخير، اي خدمه؟ انا مهنا عمل الصب في المشروع اللي كان مسؤول عنه الباشمهندس علي الله يرحمه ويقدس روحه. خير يا مهنا؟ معلش يا ست فردوس، الكلام اللي عندي خطير جدا، ما ينفعش يتقال وانا واقف على الباب هنا. وانا ست عايشه لوحدي وما ينفعش استقبلك. معلش، سيب الباب مفتوح، بس ارجوكي اسمعيني بسرعه، الوقت حدايق قليل. طيب اتفضل. انا جاي بخصوص الباشمهندس علي ووفاته. أنا ما كنتش قادر أتكلم الفترة اللي فاتت دي يا ست الكل عشان ما تأذيش وما انقطعش عيشي، لكن دلوقتي أنا معايا تذكرة السفر وكل الحكاية ساعتين تنين بس وارجع بلدي، وقلت أخلص ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى. شكرا. خير يا ست فردوس؟ هنا قال لي إنه جاسم احتك بعلي قبل الحادثة بيومين وعلي كان دمه حر، رد له الإهانة قدام العمال. بعدها بيومين مهنا كان رايح يستلم ورديته عند الفجر، قام سمع دوشة وقف ورا الخلاط علشان يراقب الخناقة اللي كانت بين علي وجاسم. قام شاف جاسم وهو بزق علي ناحية فتحة الخلاط وهو داير، علي رجله اتسحلقت حاول يقاوم ما قدرش. قام جاسم خد حجر كبير وضربه على ايه يا ست فردوس؟ تسمحي لي بالتليفون؟ تفضل. الو، وصلني فوزي بيت دالي لو سمحت. ايه فوزي، انا هنا عند الست فردوس. اسمع، كان في واد شغال عندنا هنا اسمه مهنا نزل مصر، تكلمهم يبعتهولنا على اول طياره جايه من مصر بكره. بعدين اقول لك ايه اللي حصل. مع السلامة. ست فردوس، بكرة تقدمي طلب للسلطات هنا باستخراج الجثة، واحنا كمجموعة هنقدم طلب بعرض الجثة على الطبيب الشرعي عشان نعرف أسباب الوفاة ايه. ربنا يبارك لك يا فندم، بس أنا خايفة لأن مهنا قال لي إنه المهندس جاسم مسنود ومش هيعدي الموضوع ده ببساطة. جوزك كان شغال عندي سعد الدالي،
وسعد الدالي ما تعودش ان يدمر رجالته ويروح حضر. يا فوزي مساء الخير يا سعد. مهنا. يا مهنا عملت ايه؟ خلصت ذمتي من ربنا يا سعاده البيه وشهدت باللي شفته. مين مين؟ سعد الدالي يا ست فردوس. ايه اللي حصل؟ قلقتيني. مش عارفة بس جالي تليفون من شوية وبيهددوني. هما مين اللي بيهددوكي؟ وبيهددوكي بإيه؟ معرفش مين اللي كلمني بس قال لي لو ما خدتش ابني ومشيت من البلد مش هيحصل لي طيب يا سعد بيه. طمني يا ستي فردوس، ده إرهاب ليكي عشان تتنازلي عن القضية، وأكيد اللي اتصل بيكي ده حد من معارف أو قرايب الواد اللي اسمه جاسم ده، يعني بيهوشوكي. بس أنا خايفة على ابني. قلتلك ما تخافيش يا ستي فردوس، أنا مش هسيب البلد هنا لحد ما يتحكم عليه وتاخدي حق جوزك. ربنا يخليك يا سعد بيه، ربنا يخليك يا رب. أهل جاسم جايين يعرضوا عليك دفع دية عشان تتنازلي عن القضية. فعلش 5000 دينار. 10000 دينار. 15000 دينار. ايش قلتي ست فردوس؟ ايه رأيك يا سعد بيه؟ التمن وصل ل 15000 دينار. أوافق ولا أفاصل معاهم؟ من غير ما تشورين سعد بيق، احنا ما نريد نطلع منا من غير ما نتفاهم، حتى لو ادفع لك 20000 دينار. 20000 دينار؟ ده تمن دم جوزي ولا ده تمن انقاذ جاسم ابنكو؟ ما تحكي سعد بيق. هي سألتكم سؤال وانتم ما جاوبتوش عليه، الدية دي تمن مين في الاثنين، ابنكو ولا جوزها؟ تخليهم 25000 دينار. انا هريحكم من التعب اللي انتوا فيه، لو سعد بيه قال لي بيعي دم جوزك هبيع دم جوزي. ابيع دم جوزي يا سعد بيه؟ متهيألي المسألة دي ما تخصكيش لوحدك، ابنك أشرف كمان لازم يوافق على بيع دم أبوه. أشرف ابني لسه صغير وأنا واثقة إن عمره ما هيفرط في دم أبوه. يعني أنت وأشرف طالبين القصاص؟ حق ربنا، العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس. وأنا مين عشان أطلب من إنسان إنه يخالف شرع ربنا؟ بس الله والرسول قبلوا الدية. وقالوا كمان ان اهل القتيل لو رفضوا الدية شرع الله يتنفذ. وانا مش هقبل يا سعد بيه الا ان جاسم واهل جاسم يدفعوا تمن جوزي. هذا حكي خطير ست فردوس، لازم تنتبهين لنفسك بعدين. لحظة يا ست فردوس، انا ما قبلتش اجي معاكم هنا الا عشان تسمعوا بودانكم رد الست فردوس، مش عشان تهددوها قدامي. المقابلة انتهت، نتقابل في المحكمة. هيا ألفت. ألو، سمعك تشاش. المأمورية اللي جيت لها هنا اتقضت الحمد لله، يعني يمكن بكرة حسب ظروف الطيران. بوسيلي الولاد. بقولك ايه، قول الرفيق. مفيش فايدة في التليفونين. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمني يا سعد، ايه الأخبار؟ طمني انت، الحكم صدر؟ القضية تأجلت أسبوع. ست فردوس، أنا مش عاوز ابوظ فرحتك بالحكم، بس انا شايف ان استمرار وجودك هنا بعد تنفيذ الحكم هيبقى صعب قوي. حضرتك شايف ايه؟ يعني انا بشوف انك تروح تشتغلي في المجموعة في الكويت. حاضر يا فندم، اللي تشوفه انا تحت امرك فيه. خش شوفي اشرف وانا هشوف ايه اللي حصل. يا سيدي يا رب. سيادتك من الحكي اللي قلت لك عليه؟ انتوا ازاي بتتهجموا علينا؟ اللي حصل ده انا ربطه تماما. اهدى اهدى يا سعد بيك، احنا هنا بننفذ القانون. قانون ايه؟ ده اتهام حقير. هي سمعة الناس ومصايرهم بقت رخيصة للدرجة دي؟ الواقعة ثابتة، راح تتحول للمحكمة حتى يحكمون بيها. الست دي شريفة، واللي حصل لها ده في الإسلام اسمه قذف محصنة، وعيلة جاسم هي اللي عاملة كده، عايزة تسوي سمعتها وسمعتي لأنها بتطالب بحق جوزها اللي اتقتل على إيد واحد من ولادها. تسمعني بالتليفون؟ تليفون اتفضل. لو سمحت ممكن اكلم سيادة الرئيس؟ قول له سعد الدالي محتاج الامر ضروري. سيدي واحد من
خليك تفضل. معاك يا فندم. تفضل. السلام عليكم. فوزي الدالي المدير التنفيذي لمشروع المطار وابن عم سعد الدالي. تفضل. ايه يا سعد في ايه؟ لحظة واحدة. الو الو يا سيادة الرئيس، انا سعد الدالي، انا محجوز في قسم شرطة، متهمين نزول في قضية زنا مع حرم المهندس علي السعداني اللي اتقتل، وحكيت لسيادتك على حكايته. نعم؟ حاضر. تفضل. نعم. الو. نعم سيادة الرئيس. نعم سيدي، انا بنفس اللي حققت بالموضوع سيدي. لا سيادتك كانوا قاعدين بالصالة. الست فردوس؟ نعم سيدي، بس سيدي انت تعرف القانون. انا بنفس اللي قاعد احقق بالقضية. نعم. نعم. الاستاذ سعد معك. سيادتك تفضل سيدي. يا سيادة الرئيس. لا سامعك، سامع حضرتك كويس. نعم؟ أيوة، لكن ده معناه إن أنا بعترف إن أنا عملت حاجة غلط. سيادة الرئيس. أيوة سي ما حاضر. وأسف على إزعاج سيادتك، معلش. في أمان الله. في أمان الله. اسمح لي اتكلم معاها على انفراد. تفضل. الله، هو في مفيش حل للورطه السخيفه دي غير كده؟ بس ده ظلم يا سعد بيه، وربنا ما يرضاش بالظلم ده ابدا. معلش، نعمل اللي هم عايزينه دلوقتي وبعدين انا ليا تصرف تاني. خلاص اللي تشوفه يا سعد بيه. حضرت الضابط، عشان نوصل لحل انا هنفذ الامر بيه السيد الرئيس. أنا والست فردوس هنتجوز. مش عايز أي حد في مصر يعرف حاجة عن الموضوع ده. وأنا بكرة الصبح هعدي السفارة المصرية هنا أطلق فردوس. طب ألفت يا سعد؟ ألفت بالذات مش لازم تعرف حاجة، ممكن تفهم الموضوع غلط. وكان أقل شيء أعمله للراجل اللي أنصف ابني وستر عرضي في الغربة إني أجي أطمن عليه وأرد له الجميل اللي عمله فيا. بس ما كنتش عارفة ان كل ده كان هيحصل. انا بجد يا جماعة اسفة، اسفة على كل المشاكل والاحزان اللي حصلت بسببي. مدام ألفت، اظن حضرتك اكتر واحدة عارفة شهامة سعد بيه. انا يا جماعة اسفة مرة تانية، ومستعدة لأي طردية تطلبوها مني. يعني هو ايه اللي بيحصل في القصر ده؟ حبيبي يا بابا، انا مش عارف اقول ايه بصراحه، بس انا اسف جدا لسوء ظني بحضرتك. حقك عليا، ما تزعلش. اعذرنا كلنا يا بابا، المفاجاه كانت جامده جدا علينا وما كناش قادرين نتخيل حضرتك في الوضع ده. مش غيركم، كان صعب علينا قوي ان يجي يوم من الايام ونلاقي حد فيكم محطوط في الموقف ده. حبيبي انا اسف.
يا ست الكل. أظن دلوقتي أنت عارفة إن بابا ما كانش قصده يجرحك ولا إيه؟ سيب ماما على راحتها. بابي بابي بابا. بابي حبيبي الحمد لله على السلامة. الحمد لله الحمد لله على السلامة بابا.